مع واحد من نجوم مصر ونجوم نادي الاهلي، احمد كابتن احمد نخله اللي دايما بيشرفنا وبينورنا. كابتن مصر صباح الفل على حضرتك. صباح النور يا يحيى، صباح النور يا فرح، بتشرف بوجودي معاكم واتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. صباح الفل عليك يا كابتن نخلة، احنا اللي بنتشرف دايما وبنسعد بوجود حضرتك معانا. النهارده يوم مختلف بنتكلم فيه عن يعني المباراه الممتعه المثيره اللي فرحتنا امبارح واسعدتنا بان احنا بنشوف مباراه يعني فيها غزاره تهديفيه، لان يعني دايما مباريات القمه لما بتغيب عنها الاهداف خلاص بتبقى مباراه مهمه باهته ملهاش معنى ملهاش اثاره كرويه. ولكن امبارح اتمتعنا كلنا طبعا كجماهير، اتفرجنا كنا مبسوطين. بنتكلم النهارده تحليليا طبعا، ويسعدنا ان احنا حضرتك تكون معنا تتكلم عن الجانب الفني للمباراه. شفت الفريقين ازاي امبارح في المباراه؟ والله طبعا يا فرح، هو طبعا مباراه قمه، دي قمه 124 اهلي وزمالك قطبي الكره المصريه. عاوز بس اوضح حاجه، ان يعني بصراحه يعني امبارح كانت مباراه ممتعه. النادي الاهلي ونادي الزمالك الشوط الاول تقسموا المباراه، النادي الاهلي الشوط الاول ونادي الزمالك الشوط الثاني. المدير الفني فريرا اتعامل تكتيكيا بشكل جيد، المدرب الصاعد الواعد سامي قمصان اتعامل تكتيكيا الشوط الثاني بشكل ممتاز مع التبديلات الرائعه اللي عملها مع الفريق. عاوز اقول ان الشوط الاول النادي الاهلي بدا بدايه قويه جدا، بدا بانتشار باستحواذ يعني اعتقد يعني اول نص ساعه عمل جيم ممتاز نادي الاهلي، قدر ان هو كمان يقدر من خطا عبد الغني ان هو يقدر يحرز هدف. اعتقد كمان ان شريف قدر برضو ان هو يرجع تاني يحرز اهداف. شريف التوقيت دوت القرار ان هو يقدر يحط الكره بالشكل دوت في عواد انه يحط هدف جميل بالشكل ده، فده طبعا بينم ان ده لعيب كويس جدا جدا، هداف بيعرف يجيب جول. فالشوط الاول لحد بالظبط اول نص ساعه النادي الاهلي كان متصدم جيم. قفشه كان له دور كبير جدا ان هو يخلي ينقل اللعب بشكل كويس جدا جدا في نص ملعب نادي الزمالك. قدر كمان قفشه ان هو يقرب من اللعيبه ويصنع يخلق فرص. وكمان رامي ربيعه حته الهدف دي اللي بتتكرر اكتر من مره، انه يعمل اللونج باص من الخلف للامام ويتوفق كده انها تروح لشريف ويجيب هدف. برضه اعتقد ان ده شغل متبع شغال يحتسب لسامي قمصان ان هو عمل الفتره دي كويس قوي وتعب مع الفرقه. نهايه الشوط اخر ربع ساعه اعتقد نادي الزمالك بدا يرجع تاني في الجيم تمام. قدر برضه مستر فيريرا ان هو برضه يحاول يحفز لعيبته ان احنا عاوزين نشتغل. قدر زيزو يتحرك بشكل كويس. برضه اول 25 دقيقه كان برضه بن شرقي كانش موجود خالص بره اللعب، في اخر ربع ساعه بدا يتحرك ويعمل خطوره من عند هاني. يعني اعتقد المباراه الشوط الثاني كمان كانت تكتيكيا كانت رائعه رائعه جدا جدا، يعني من مستر فيريرا التبديلات اللي عملها جدا معاه في وجود شيكابالا من بدايه الشوط الثاني. في النادي الاهلي كمان سامي قمصان قدر برضه ان هو يحاول يزود الشق الهجومي بتبديل بيرسيتاو المجهد طبعا ونزول حسين الشحات عشان يزود الشق الهجومي. شيكابالا فرق كتير جدا مع نادي الزمالك. شيكابالا عنده خبرات، شيكابالا بحوالي 3 4 كور طلع هو نجم اللقاء تمام. عمل اسيست كويس قوي، عمل اسيست كويس قوي اللي جه منها الهدف لبن شرقي. قدر ان هو يتمركز في مكان جيد جدا جدا ويحرز هدف الاسيست من يوسف اسامه نبيه. اعتقد يعني ان المباراه الشوط الثاني كانت رائعه. نادي الزمالك قدر سامي قمصان بالتبديل العبقري اللي عمله ان هو يقدر يسحب هاني ويرجع حسين الشحات بكرايت ويحط طاهر جناح وينزل صلاح محسن، ان هم طاهر يلعب العرضيه وصلاح محسن يترجم يجيب جون. التبديله ديت يعني ما عملهاش غير مدرب كبير وعنده خبرات، واعتقد سامي قمصان مكسب للكره المصريه، مدرب واعد ومدرب كبير، وقدر الكابتن محمود الخطيب ان هو يعني يثق فيه ودي ثقه كويسه جدا وهو قد الثقه. يعني اعتقد يعني مباراه كانت فيها جوانب تكتيكيه من مستر فيريرا وسامي قمصان ادوها بشكل رائع بصراحه يعني. طب كابتن نخله، يعني هتكلم في جزئيه فنيا المباراه، يمكن حضرتك بتتكلم عن المباراه ان هي كانت ممتعه، انا هتكلم في جزئيه ثانيه وهي مستوى اللعيبه في الدوري المصري ومستوى لقاء القمه امبارح اللي شفناه والمشاكل اللي عند اللعيبه وتراجع مستوى كتير من لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك والمشاكل الدفاعيه اللي عند النادي الاهلي وعند النادي الزمالك واسباب ده من وجهه نظر حضرتك يا كابتن نخله. والله
والله خليني بس ارجع للعيبه المنتخب يا يحيى. لعيبه المنتخب مجهدين جدا جدا، تمام. انا بكلمك على مجموعه لعيبه. طب يا كابتن نخله، هو اشمعنى احنا الوحيدين الدوري الوحيد اللي في العالم اللي لعيبته بتبقى مجهده؟ يعني كل لعيبه الدوريات الاوروبيه يا كابتن نخله بيلعبوا مع منتخباتهم وبيرجعوا يلعبوا في الدوري ما بيبقوش مجهدين، ليه اللعيب المصري الوحيد اللي بيبقى مجهد؟ طبيعه اللعيب المصري كده، احنا طبيعتنا كده. احنا شوف جدول الدوري عامل ازاي، شوف البطولات يا يحيى، انت بتلعب كاسين مع بعض دلوقتي وبتلعب بطوله دوري وعندك معسكرات منتخب، تمام، وكنت بتشارك في بطولات افريقيه كويس يا كابتن. ما هو كل الدوريات كده يا كابتن، بتأدي ان في اجهاد يعني. لا لا لا، الدوريات الثانيه منظمه. ليه يا كابتن الدوري الانجليزي لعبوا كاسين وبيلعب دوري انجليزي وبيلعب تشامبيونز ليج يا كابتن؟ ماشي، انت بتلعب كاس مصر بقاله من سنتين طبعا، بس قصدي اللعب المستمر كل 3 ايام موجود في كل الدوريات، بتشارك في بطوله سوبر، تمام. حاله الاستشفاء هناك في اوروبا غير عندنا في مصر، صدقني ده موضوع كبير جدا محتاج ساعات عشان نتكلم فيها. لكن انا بتكلم على طبيعه اللعب المصري. احنا بتلعب مباراه اثيوبيا وخسران من اثيوبيا، انا اسف يعني، من فريق متصنفه مش عايز اقول لك 100 وكام على العالم، وانت مصر متصنف كام على العالم، ونفسيا وذهنيا مش كويس. وبعدين سافر تلعب كوريا، اللي انت رايح كوريا اصلا وانت المدير الفني بتاعك متشال مقيل، وكمان رايح تلعب كوريا وانت عارف ان انت هتخسر من كوريا، وتلعب مباراه وحمل بدني عليك، وترجع سفر 12 ساعه، وتيجي امبارح يعني السوليه امبارح مش موجود معاك، زيزو ده مش زيزو، تمام، الشناوي ده مش الشناوي، حمدي فتحي مجهد وبعدين بيتصاب وبيطلع، تمام. اللعيبه حتى علي معلول اللي احنا بنتكلم علي معلول ان هو مفتاح لعب النادي الاهلي امبارح مش قادر بدنيا، ادي علي معلول مثلا يعني، تمام. بيرستاو بيلعب مع منتخب بلد وراجع من سفر، تمام، برده مش قادر. ما هي مجموعه لعيبه منتخب مصر ديت، انا بقول لك اللي موجودين مش هي دي حالتهم، خدت بالك ازاي؟ لا احنا مش منظمين، احنا كمان اداريا مش منظمين. نظم لي جدول الدوري صح، ابدا دوري في موعد معين وانهيه في موعد معين، احترمك. انت دلوقتي بتلعب كاس وكاس قديم وكاس جديد وعندك بطوله دوري، لا انت مؤجلات، النادي الاهلي عنده 3 مباريات مؤجله، تمام، عنده سموحه، عنده الجونه، واعتقد كمان فرقه كمان عنده 3 فرق مؤجلات، ولسه عنده يوم الاربعاء غزل المحله، والفرق بينه وبين الزمالك دلوقتي حوالي 4 بونت، وعنده يوم الاربعاء المحله. انت داخل، وبعدين تعال شوف الاصابات اللي عندك، يعني دلوقتي حمدي فتحي طلع امبارح، علي معلول طلع اصابات، ده ايه اجهاد؟ ما الاصابات دي بتيجي من الاجهاد العالي بيؤدي الى شد، بتطلع بتصاب. احنا مش منظمين احنا للاسف. لكن خلينا نتكلم على المباراه، انا بتكلم يعني الشوط الثاني مباراه يعني فيرا وسامي، وعدم التنظيم ده اللي يعني وصلنا ان احنا نشوف المباراه بالشكل ده يا كابتن. يعني كانوا بيلعبوا بعض ممكن، بس انا بتكلم برضو ان الزمالك النادي الاهلي كان كويس قوي، تمام، في البدايه قدر يرجع نادي الزمالك تاني، قدر النادي الاهلي يجيب جول، الزمالك جاب جول، اتعادل. انت الزمالك برضو الشيكابالا عنده مهاره، وقدر برضو بحلول طبعا فرديه يقدر ي ي ي ي ي يعمل شيء كبير برضو نادي الزمالك ان هو يكون موجود. هو كمان في ماتشات الاهلي والزمالك بيبقى مركز جدا، تمام، 2-1 في ظل الظروف دي، انت برضو النادي الاهلي خسران 2-1 ويرجع سامي قمصان يعمل تبديله ممتازه جدا جدا. اللاعب اللي بره ده برضو، حته اللاعب اللي بره، انا برضو يحيى انت مجهز الناس اللي بره في ممكن لاعب ينزل ما يديلكش حاجه. امبارح فييرا شيكابالا اداله، تمام، يوسف اسامه نبي نزل اداله، صحيح، سامي قمصان لما نزل تبديلين، بتكلم على صلاح محسن وعلى طاهر بخصوص، تمام، حسين الشحات اضاف للنادي الاهلي يا كابتن نخله لما نزل المدربين. والله حسين يعني مش عايز اقول لك برضو يعني مش عايز اظلم حسين، لكن برضو لما تيجي تبص لحسين ان برضو سامي قمصان ابقى عليه، لان هو برضو في الشكل الهجومي كويس، لما رجعوا بكرايت هو كان بيلعبها. الاسيست برضو بادئ منين؟ بادئ من حسين لطاهر صلاح محسن جول، فدي برضو تتحسب، خدت بالك ازاي؟ فدي كويسه جدا يعني، برضو يعني ممكن يكون برضو رؤيه سامي قمصان ان حسين لا انا محتاجه، مش عاوز يخسر ده عاوز يكسب، انه برضو يرجع في المباراه مع مدرب كبير زي فييرا بيتعامل بحكمه وعنده رؤيه، وازاي امتى نزل لعيب واسحب بن شرقي، واسحب يعني حتى بن شرقي عليه علامه استفهام كبيره ان اطلعه في الوقت ده، يعني انت عندك فرصه مستر فييرا انك تكسب. لما تسحب بن شرقي انا كمان يعني مستغربها، ده بن شرقي واحد ضد واحد بيعمل كل حاجه، صح، وبعدين بينهي لك بشكل جيد جدا، وبعدين عنده الحلول الفرديه كويسه قوي وبيخلق لك فرص، هو كان خارج بشراكه في التوقيت ده، وبعدين لعيب كمان ده ينزل يعمل لك
في التوقيت ده الناس كلها استغربت زي ما حضرتك بتقول، حتى المحللين وكباتن الكورة استغربوا. عايز أعرف من حضرتك كان رد فعلك إيه؟ شفت إن مستر فيريرا ده راجل كبر خلاص ومش عارف هو بيتصرف إزاي وإيه اللي هو بيعمله ده، ومنزل ناشئين وفي مباراة قمة، مباراة فيها ضغط جماهيري، مباراة مهمة، أكيد حضرتك فكرت في التوقيت ده كده، وشفت إزاي تغيير بن شرقي، تغيير زيزو، الدفع بسيف فاروق جعفر، الدفع بيوسف أسامة نبيه، الدفع بحسام عبد المجيد في التوقيتات دي، هل كانت توقيتات لو حصل العكس كان مستر فيريرا هيتحمل النتيجة ولا لأ؟ واضح جدا إنه راجل واقف على الخط فاهم بيعمل إيه، هو مش راجل بيتفرج كده على الماتش وخلاص، هو عنده تاكتكس ومحضر حاجات وحاطط كروت ومش كارت ممكن يدفع بيه وهو قلقان، لا هو بيطلع نجوم وبينزل ناشئين. شفت الحاله دي ازاي؟ وشايف الناشئين الفتره اللي جايه لازم ياخدوا مساحه ومساحه كبيره، ان هم مش يبقوا بيشاركوا كعنصر واحد كل فين وفين، لا انت بتعتمد امبارح على اربع ناشئين، سواء اذا كان سيد نيمار، بنتكلم على حسام عبد المجيد، يوسف اسامه نبيه، وايضا سيف فاروق جعفر. هو طبعا فرح مستر فيريرا طبعا مدرب كبير طبعا، واعتقد برده مكاسب نادي الزمالك امبارح الولاد الصغيرين نزلوا له ده اللي ادوا بشكل جيد، وطبعا اعتقد برده ان لما تيجي تنزل لعيبه بالسن دوت يبقى انت اكيد واثق في امكانياتهم، مش بتدي لهم كده مثلا بشكل عشوائي، بالعكس ده هو عارف طبعا بيعمل ايه. لكن انا بتكلم برده ان هو برده حته بن شرقي بالخصوص يا فرح لعلامه استفهام، لا استفدنا ان يوسف عمل اسيست لشيكابالا، طبعا في البدايه خطا من الشناوي يتحمل، علي معلول يتحمل، تقدر تشيلها مره واحده تمام. لكن انا بتكلم ان ده كوتش، وهو الضغوط دي كلها هو متعرض ليها وعارفها تمام، اتعامل معاها بشكل جيد تمام. حتى سامي قمصان في الوقت ده اعتقد برضه انه اتعامل برضه بشكل جيد جدا جدا مع الموقف، ان لكن اعتقد ان حته بن شرقي دي بس هي غريبه شويه، ده ما يطلعش بن شرقي في أي حال من الأحوال، ما يطلعش في أي وقت هيصنع لك جول، في أي وقت هيجيب لك جول. لكن أتكلم إن ردة الفعل كمان عند سامي قمصان، إن أنا في توقيت أنزل اتنين لعيبة وفرقوا معاه وأنجزوا له، وكمان أنت مجهز اللعيب البديل اللي بره دي مهمة جدا، حتى مستر فيرا برضو اتعامل بيها بشكل كويس، اللعيب اللي قاعد بره ده مش نازل زعلان ومش بلعب ومش بتديني ومش الكوتش مش بيديني، لا ده الناس اللي نازلة دي مركزة. أعتقد يعني شيكابالا يمكن امبارح احسن لعيب في المباراه شيكابالا، صحيح شيكابالا وعواد من الزمالك اعتقد يعني احسن لعيبه في الزمالك، يعني امبارح هما الاثنين اعتقد صحيح فعلا يعني كنا بنقول كده في بدايه الحلقه يا كابتن تمام. اشوف النادي الاهلي، اشوف النادي الاهلي كمان قفشه قام بدور جيد جدا، صحيح سامي قمصان المدير الفني ده مكسب للنادي الاهلي، ده كادر كويس قوي قوي تمام. التبديله دي ما يعملهاش غير مدرب جريء، مدرب عنده رؤيه، مدرب متابع المباراه بشكل جيد جدا، صلاح محسن بينزل يصنع الفارق مع طاهر محمد طاهر طبعا تمام. طبعا دي تبديله، انا اعتقد يعني في مدربين في فنيات طبعا، احنا كمان كناس فنيين بنشوف الامور دي والتبديلات دي، لا ده مدرب واعد وهي دي الكوره اللي بنتكلم عليها يا كابتن نخله، وهي ازاي انا اثق في لاعب، هي دي الكوره وهي دي المتعه اللي فعلا بنتكلم عليها، وبنتكلم على فكره الثقه في اللعيبه، وان اللعيبه ازاي يكون حبيبني ويكون فعلا عايز يديني حاجه، يكون بيساعدني حتى لو بعيد بقاله فتره طويله. كنا بالنادي بمحمد شريف يا كابتن نخله، يعني قبل ما ننهي حوارنا مع حضرتك انا طلعت هنا وقعدت اقول محمد شريف، موسيماني عمل كده في محمد شريف ليه انه موسيماني يذبح محمد شريف بالشكل ده في التوقيت اللي بيلعب فيه بيرسي تاو اساسي، وانت عندك محمد شريف هو هداف افريقيا، هداف دوري ابطال افريقيا للنادي الاهلي برصيد 7 اهداف، انت بتركنه تماما وبتلعب بيرسي تاو مهاجم صريح في مباريات افريقيا، فطبعا حضرتك بتتكلم صح. اعتقد طبعا يا فرح كلامك منطقي جدا، ان شريف هداف، شريف لاعب ممتاز، شريف بيتحرك من خلف المدافعين بشكل جيد، اعتقد سامي قمصان اتعامل معاه، يمكن سامي قمصان عارف السلبيات، لكن هو كان مدرب عام كان بيقول رايه تمام، لكن الراي في الاول وفي الاخر للهيد كوتش لمستر موسيماني. لكن فعلا دي
كانت من سلبيات مصر الموسيماني انه ما كانش بيدي الثقه لشريف اللي عملها سامي امصان امبارح واداله الثقه وقدر في توقيت يجيب له هدف كويس. قفشه اللي ما كانش بيبدا باستمرار امبارح بادئ وكان شكله كويس جدا، كانت حالته كويسه قوي، وده يدل برضو ان سامي امصان اتعامل مع قفشه بشكل جيد نفسيا وهيئه ان انت لعيب مهم عندي. و4 2 3 1 دي طريقه هجوميه يا يحيى، سامي امصان لعب ب 4 2 3 1. طبعا يا كابتن انا معاك جدا ان كابتن سامي امصان كمان جاي في توقيت صعب واكيد جاي بعد رحيل موسيماني وكل التفاصيل دي، واكيد تعادل ونقطه مرضيه للكابتن سامي امصان امبارح وتفاصيل كتيره اكيد امبارح حصلت في المباراه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن نخله، ودايما بتنورنا ودايما بتشرفنا الحقيقه بارائك الفنيه. امبارح بتكلم عن مستوى اللعيبه، طبعا مش هو ده مستوى القمه اللي انت مستنيها، ولكن نتمنى التطوير في المنظومه الرياضيه بشكل كامل. مشاهدينا نطلع فاصل، لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل.